MC Smart Talent. عندي الشرف اني نكون مع هاد النجوم. نشوفوا الشكل ديالهم كيفاش كيغني ونتعاونوا حتى نخرجوا بالنتيجه مزيانه، وان شاء الله والجميل جدا هما هادو اللي غادي نناقشوهم. يعني سي دي زانتيليكتويال، ناس مثقفين، مهندسين. ما اجمل ملي كتقرا واحد كتلقاه مهندس وله خبره فنيه ويغني ويرسم وهذا فنان. الا ما كانش فنان عنده هاد المسائل، هاد المهندس او حاجه ما عندوش هاد المسائل، فكيظهر لي نقص. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم عندنا الدوره السابعه لام سي سمارت تالنت اللي غيتبرعوا فيها سبعه ديال الطلبه المهندسين من الدار البيضاء ومن الرباط ومن مراكش. غادي يتبرعوا امام اهرامات الفن في المغرب اللي هما الحاج الاستاذ الحاج جونس، الاستاذ فؤاد الزبادي، الاستاذ محمد الغاوي. وان شاء الله الرحمن الرحيم كما جات العاده غادي نديروا اليوم التكريم ديال الاستاذ عزيز داداس اللي هو كيفو جواندغ لوتيل لاغريابل. الفن هو متنفس لأي إنسان، أي دومين خاص تكون فنان ويكون الفن كمتنفس. حنا بغينا نستغلوا العطاءات ديال الطلبة جاونا في ميدان العلوم، وكذلك لما لا نستغلوا عطاءاتهم ولي طالون ديالهم في الفن والمسرح. المواكبة أنا تنقولها من هذا المنبر، المواكبة حنا تنواكبهم علميا. المواكبة خاصها تكون من الناس الى 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 الناس اللي معانا وداو الاختصاص، كانوا معانا وعجبهم صوت من الاصوات، عجبتهم موهبه من المواهب، لما لا تواكبهم؟ وماشي عيب انك تكون مهندس دوله متخرج من مدرسه معينه بحال مدرستنا حنا وتكون فنان. لما نتواجد ب لا غوند ايكول دانجينيور، عضو من اعضاء لجنه التحكيم. دائما شرف ليا ودائما كنعيش واحد النشوه، حب اكتشاف اصوات جديده، اصوات مطربين سينضمون الى الاسره الفنيه. فصوت جديد كيكون دائما بحال المولود الجديد، وكتقول ما احوجنا لاكتشاف صوت رنان، صوت جميل. وطبعا كاين واحد المقاييس، جودة لو تامر دو لافوا، لو تامر دو لافوا، التعامل مع النغم، التعامل مع الايقاع، ولكن جلوبالمون تيبان لك المطرب واش هو هذاك المتباري، تيبان لك المستوى ديالو. طبعا بغض النظر على ان الصوت ولد ساعتي والكماليات لله، تيحضر ويغيب على حسب. حنا كناخذوا بعين الاعتبار هذه المسائل، وكاين واحد هنا كنقارنوا ما بين الأصوات المتبارية.